مساء الخير يا ولاد، مساء الخير عليكم كامل، مساء الخير لي زابوني جدد. نقول لهم مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعي كور دو مات دي زد. ان شاء الله يا ربي تكون فائده للجميع، لجميع التلاميذ ولجميع الامهات اللي عندهم ولادهم يدرسوا ان شاء الله. فوالا دونك ولا في هذه الحصه ولا اللي شاف باللي عجبته لا فيديو ما عليه غير يبارطاجيها و الى نسيت الحباب تاعو ولا لي زامي تاعو باش يابونيو يكليك سور سابوني هذاك مع لو بوس هذاك الفوق باش يشجعوني وباش هكذاك لو ماكسيموم تاع التلاميذ يستفادوا من هذا لي فيديو تاعي اللي نحط فيها. بور لانستون سي دي استوس، بديت درت لي كلكو كور تاع الرياضيات، دروس بعد دروس تاع البرنامج، البرنامج اوفيسيال تاع الرياضيات كوني كنت استاذه. دونك ان شاء الله غا ريبروندر تري بيانتو لي كور، و سا فا اتر دي كور يكونوا لي كور تاع بريمير و لي كور تاع سو ام في كامل لي نيفو. واللي عنده اقتراحات ولا دروس غير مفهومه بالنسبه للاولاد تاعو ولا لي زيلاف هما بدات، يديروا لي غير في لي كومونتير و انا جو في بروندر ان كونسيديراسيون هذوك لي لاكون و لي كومونتير ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. دونك في هذه الحصه كما راكم تشوفوا الموضوع طريقه سهله لضرب عددين ما بين 10 و 100 بدون استعمال اله حاسبه، ما تستعملوش اله حاسبه، يعني تكون طريقه سهله جدا. دونك نبداو فيها جزئين كي قلنا من 10 الى 100، دونك فيها جزئين. كاين طريقه باش نديرو باش نضربو عددين، هذو العددين يكونوا ما بين 10 و 20. نديرو مثال الاول. ناخذو مثلا 12 في 13. البرينسيپ هنا المبدا تاع هاد لاستوس هاد لا تكنيك واش يديرو. شوفو نتوما اقلهما شكون لي صغير على الاخر هو 12. دونك واش ديرو؟ 2 هذا رقم الاحاد تاع العدد الصغير نزيدو للعدد الثاني، صافي دير هنا اونتر بارونتيز نديرو 2 زائد 13 ويساوي 15. دونك هنا كي نحيو 2 واش يبقى لنا؟ يبقى 10 في، دائما ما تنساوش الضرب هذه ماشي كيستيون كي درنا 2 زائد صافي دير هنا يتحول الى زائد، لا الضرب هذا يبقى كما هو. دونك هذه ديروها مونطالمون برك في راسكم. دونك 2 هذا نزيدوه ل 13 يولي 15. هذا الجزء الاول، الطرف الاول عفوا من العمليه. 10 في 15 على بالنا باللي اي عدد نضربه في 10 هو عباره عن اضافه الصفر فقط، صافي نلقيو 150. ومن جهه اخرى الجزء الثاني تاع هذه العمليه نديرو ناخذ العددين هذو الاحاد تاع كلا العددين، هنا رقم الاحد هو 2 هنا رقم الاحد هو 3. 2 في 3 يساوي الى 6. بعد واش نديرو؟ ناخذو 6 هذا نزيدوه ل 150 ونجد 156. لو كان ناخذو الاله الحاسبه هكذا مباشره 12 في 13 فقط باش تاكدوا من العمليه نجد 156. داكور، سهلة جدا بلا ما تاخذوا في الاختبار ولا هذه العملية. أيضا تقدروا اللي عندهم ولادهم في البريمير تقدروا تعلموها لهم، سهلة جدا. فوالا دونك المثال الثاني هكذا باش يوالفوا رواحهم يستعملوا المونطال تاعهم كو لا كالكولاتريس خير من آلة الحاسبة. دونك ناخذوا مثال آخر عفوا. 15 في 14 قلنا شوفوا للعدد الصغير فيهم هو 14، ناخذوا رقم احاده نزيدوه لهذا صافي دير هنا واش يبقى لنا؟ 10. 15 زائد 4 هو 19. دونك 19 في 10 يساوي 190، نزيدو الصفر هذاك لهنا
من جهة أخرى نأخذ رقمي الأحد هذوك نضربوهم 5 في 4 يساوي إلى 20، ومن بعد هذا وهذا نجمعوهم، دونك 190 زائد 20 يساوي إلى 210، دونك 15 في 14 يساوي إلى 210. نديرو العملية هنا، 15 في 14 يساوي إلى 210 عفوا. راني حطيت الإضاءة هكذا باش تشوفوا بيان لا فيديو تكون كليغ. مثال ثالث، نديرو مثال آخر باش هكذاك يكونوا المعلومات. هنا كي ندير لكم الأمثلة كيما شاك فيديو نقول لكم دائما كي ندير او بو دو بروميير اكزومبل ولا فهمتوه طوميو ديريكتومون، ولا ما فهمتوش استاذ ولا فهمتوه طوميو الامثله الاخرين واش ديروا بوز لا فيديو نتوما جربوه في ورقه وسخ، ومن بعد كملوا لا فيديو باش تشوفوا اسكو صحيح واش درتو ولا ماشي صحيح. ولا ما فهمتوش او بو دو بروميير اكزومبل جوزوا للمثال الثاني حتى وين تفهموا، ومن بعد عاودوا نتوما هكذا. في الرياضيات لازم عدة تمارين باش تفهموهم. دونك 17 في 16 ناخذو بيسك 16 صغير نزيدو 6 هذا، ماشي 16 كومبلي، 6 هذا نزيدو ل 17 يساوي 23. 16 زائد 17 عفوا زائد 6 يساوي 23، في بيسك نحينا 6 لهنا يبقى غير 10. 23 في 10 يساوي 230. ومن بعد من جهة أخرى نديرو جداء رقمي الأحد، 7 في 6 يساوي 42. ومن بعد واش نديرو؟ نجمعو هادو، نجمعوهم في زوج، دونك 230 زائد 42 يساوي إلى 272، دونك النتيجة 17 في 16 يساوي 272. نديرو لا كونفيرماسيون هنا، 17 في 16 قلنا يساوي 272. هذا بالنسبة للجزء الأول، يعني الجزء الأول يخص الأعداد ما بين 10 و20. الآن نجوزو للجزء الآخر ما بين الأعداد هذوك، جداء الأعداد ما بين 20 و100 حتى 100، الجزء الثاني. نديرو بزاف تاع الأمثلة باش هكذاك تعرفوا على مختلف الحالات، مختلف الحالات باش نديرو هذا العملية. تبعوا معايا مليح، ركزوا شوية برك وتفهموا العملية إن شاء الله. عفوا، دونك الجزء المثال الأول، المثال الأول نديرو 26 في 21، نبداو من الصغار شوية شوية حتى وين نكبرو. واش نديرو؟ من الأفضل أن تكتبوا العملية هنا عملية عمودية، 26 في 21، ركزوا معايا مليحه. دونك لا بروميير ايتاب في هذه العمليات واش نديرو؟ نضربو رقم العشرات في رقم العشرات ورقم الاحاد في رقم الاحاد، سيتادير رقم العشرات في 26 هو 2، رقم العشرات في 21 هو 2، 2 في 2 4. ومن بعد نجوزو المرحله الثانيه، رقم الأحد في 26 هو 6، رقم الأحد في 21 هو 1، 6 في 1 هو 6 هكذا. ومع المرحلة الثانية واش نديرو؟ نديرو شغل إكس جداء الطرفين في جداء الوسطين. هاد ليكسبرسيون نديروها في الكسور، بصح أنا حطيتها لكم جوست باش تفهموا بلي يعني هذا في هذا، العشرات في الأحد، الأحد في العشرات، اثنان في واحد زائد ستة في اثنان،
كم يساوي 2 في 1 2 6 في 2 12 2 زائد 12 يساوي الى 14 بعد هنا واش نديرو 46 هذا ما نجمعوهش مع 14 كي يكون الناتج فيه عددين فيه رقمين عفوا واش نديرو نضع صفر بينهما شفاو كي يكون الناتج فيه رقمين يعني الناتج تاع الجداء تاع العشرات في العشرات والأحد في الأحد نديرو صفر في الوسط ثم نجمع هذا مع هذا شوفوا كيفاش نكتبوه نكتب 406 نحط هذاك الصفر لي ستو انا زدتو اضفته لكي باش تفهموا لكي تفهموا ومن بعد 14 هذاك وين نحطو هنا ما تحطوش الاحد تحت الاحد ما نحطوش تحت 6 نحطوه تحت الصفر وواحد تحت 5 نجمعوهم الان يساوي 6 4 و5 دونك يساوي 546 شوفوا باللي الطريقه هذه صحيحه 100% يساوي 546 دونك كي نديرو 26 في 21 نجد 546 c'est une méthode très efficace ماشي فوالا ثم نمر الى المثال الاخر عفوا جوست ندير هذه هكذا باش نقدر ندير فيها عده امثله المثال الثاني دائما المثال اثنين دائما كي يكون ناتج تاع جداء العشرات مع العشرات والمئات والأحد مع الأحد يكون فيه رقمين مثل 37 في 31 نديروها عموديا باش تشوفوا مليح الطريقة في 31 قلنا نديرو العشرات مع العشرات والأحد مع الأحد 7 في 1 هو 7 3 في 3 هو 9 هنا الناتج فيه رقمين دونك واش نديرو للعمليه فقط حنا في راسنا ولا في الاخر ديرو صفر بيناتهم من جهه اخرى نحسب نضرب العشرات في المئات شغل اكس في الاحد عفوا الاحد في العشرات 3 في 1 زائد 3 في 7 يساوي 3 زائد 21 ويساوي إلى 24 دونك ناخذ 907 هذاك سوا ديزون 907 زائد 24 نكتبه بهذه الطريقة كما اللي كتبنا تاع مقبيل 4 هذاك تحت صفر هذاك الوسطاني و2 تحت هذا دونك يساوي 7 4 9 زائد 2 يساوي 11 دونك النتيجة هي 1147 دونك نديرو نكونفيرميو في 31 يساوي 1147 جزء المثال الآخر مثال آخر هنا دوك تشوفو لا ديفيرونس المثال الثالث هنا اذا واش نديرو في المثال هذا العددين هما عفوا فوالا نحيد زوم باسكو زوميت دي فوا لي فيديو هذوك ما تشوفوش مليح الوغ المثال الأول 53 × 81 في 81 هذه أفقية قلنا دائما كتبوها عمودية باش تسهل لكم العملية قلنا نضرب الأحد في الأحد والعشرات في العشرات 3 في 1 3 8 في 5 يساوي 40
هنا كما راكو تلاحظوا بلي فيه ثلاثة أرقام، الناتج هذا فيه ثلاثة أرقام، دونك دايما صفر هذاك نزيدوه، بصح نزيدوه ما بيناتهم هنا، ما بين هنا الناتج تاع الأحد في الأحد، وهنا ناتج تاع العشرات في العشرات. ومن جهة أخرى دايما إكس هذاك خمسة في واحد زائد ثلاثة في ثمانية يساوي إلى خمسة زائد 24 ويساوي 29. ومع العملية تاعنا نزيد الصفر هذاك لهنا زائد 29، نحطهم في الوسط 29 بهذه الطريقة. العدد الأول هذاك نحطه تحت الصفر هذاك الإضافي، ومن بعد الدوزيام تحت العدد هذاك تاع اللي وجدناه. داكور، دونك 9 2 و 4، دونك 4293. نديرو الآن لا كونفيرماسيون هنا، 53 في 81 نجد 2000 4293، هاوليك 4293. نزيد مثال آخر من نفس النوع، يعني الناتج، كي نقول من نفس النوع ناتج يكون فيه ثلاثة أرقام، الناتج الأول ماشي الناتج النهائي باش نتفهمو مليح. ألو، 64 × 72 72. فقط كولتور جينيرال، بس كان أنا ديجا ما كاش على بالي، هنا في بلجيكا يقولوا 72، 70 يقولوا 70، و 90 يقولوا 90. سي بيزار. انفان دونك هنا واش نديرو 64 هذا، دونك 4 × 2 هو 8، 6 × 7 يساوي 42، دونك فيه ثلاثة أرقام. فيها ثلاثة أرقام، دونك قلنا الصفر هذاك الإضافي نحطوه ما بين نتيجتين، يعني هذا وهذا ما بينهما. من جهة أخرى نضربو، نديرو العملية الضرب هكذا سو فورم دو إكس، يعني 6 × 2 زائد 4 × 7. 6 × 2 هو 12 زائد 4 × 7 يساوي إلى 28، والمجموع هو 40. دونك ناخذ هذا العدد الذي نضيف له صفر هنا ما بيناتهم هو فراغ، نحطو 40 هذاك، دايما هذا الرقم الأحد تاع الناتج هنا نحطوه تحت الصفر الإضافي، والآخر نحطوه هنا. دونك 8 0 6 4، إذن الناتج هنا تاع العملية يساوي كم؟ وأنا باش ما تخلطش، 64 × 72 يساوي 4608. 4608، دونك 64 × 72 يساوي 4608، هاوليك زدت صفرة، 4608. نزيد مثال آخر الآن، كي يكون الناتج أكثر من ثلاثة، الناتج هذاك لهنا هنا أكثر من ثلاثة أرقام. ألوغ المثال الأول واش نديرو؟ 97 97 × 72 × 72، دونك هنا نديروها عموديا قلنا، ونضربو الأحد في الأحد صافي 14، العشرات في العشرات 9 × 7 يساوي 63. في هذه الحالة ما نزيدوش، كي يكونوا الناتج هذاك هنا تاع الجدة الأحد في الأحد والعشرات في العشرات يتكون من 4 أرقام، هنا ما نزيدوش أصفر زيادة.
سوا ديزون ما نزيدوهمش. ومن بعد من جهة أخرى عفوا نجمعوا جداء 9 في 2 زائد 7 في 7 دوك يساوي 18 زائد 49 ويساوي إلى 67. دونك ناخذو 6314. دائما اون ايفيت البرومي شيفر هذاك لونيتي تاع الاحاد ما نكتبوش لتحت العدد هذا. دونك رقم احاده يكون في رقم تحت الرقم الثاني. و 6 هنا 4 8 9 6 دونك الناتج هو 6984. بيان سور نتاكدوا بالاله الحاسبه. 97 في 72 يساوي إلى 6984. النتيجة صحيحة. ديروا مثال آخر، يعني تقدروا ديروه ولا فهمتوها تقدروا ديروا بأي نوع من الأمثلة، أي نوع طريقة صحيحة 100%. فوالا دونك المثال الاخر هو 65 عفوا هكذا باش ما تخلطش 65 في 85 نديروها عموديا بالطبع في ونديرو الاحاد في الاحاد 5 في 5 25 والعشرات في العشرات 6 في 8 يساوي 48. من جهة أخرى نديرو عملية الضرب نجمعهم 6 في 5 في هذا زائد 5 في 8 ويساوي إلى 30 زائد 40 ويساوي إلى 70. دونك ثم نأخذ 4825 زائد 70. هذا قلنا رقم الأحد نضعه تحت الرقم الثاني هكذا بهذه الطريقة. 8 زائد 7 دونك يساوي 5525. دونك 65 ديروا التأكيد في 85 يساوي 5525. ثم المثال الأمثلة الأخيرة باش نديرو يعني النوع الاخر فقط النوع الاخير صافي. هنا كي يكونوا الارقام اكبر يكونوا متقربين اكثر ل 100. المثال الاخير 98 98 في 85 نديروها عملية عمودية ونضربوا الأحد في الأحد 8 في 5 يساوي 40 9 في 8 يساوي 72. هنا دونك نديروا 9 في 5 زائد 8 في 8 ويساوي إلى 45 زائد 64 الذي يساوي إلى 109. وعلاش قلت لكم هو مثال آخر هنا نقترب من 100. هنا كي نجمعوا الجدائين هذوك فيه ثلاثة أرقام ماشي كيما هنا. دقيقة باش تشوفوها عفوا ماشي كيما هنا فيه رقمين داكور. هنا فيه رقمين هنا الفرق ميم سي هنا فيه أربعة أرقام بصح هنا فيه رقمين. دونك لا ديفيرونس كي هنا كي نتقربوا من 100 يكون العددين هذوك مقتربين من 100 هنا الناتج يكون فيه ثلاثة أرقام. دونك في هذه الحالة واش نديرو 7000 نفس الطريقة ونيفيت توجور الرقم الأول ما نحطوش ومن بعد 109 هذا نحطوه ابتداء من رقم العشرات هكذا. دونك 0 9 زائد 4 يساوي 13 هنا 3 و 8. دونك الناتج هو 8000 8330 و 30.
نتأكدوا هنا بالآلة الحاسبة فقط باش تشوفوا، يساوي إلى 8330. فوالا، هذه هي الطريقة اللي حبيت نوريها لكم اليوم. إن شاء الله تكون في فائدة الجميع، وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. ونتمنى إن شاء الله يا ربي التلاميذ تاعنا يشوفوها ويعاودوا يشوفوها، باسكو سي دي ميثود هادو كامل تاع جدول الضرب، امنوني سون تري امبورطونت. هاد لي ميثود جدول الضرب على بالكم وعلى بالهم الامهات وكيما التلاميذ بلي سي الشابيتر لو بلو ديفيسيل لي زيلاف، واللي يخافوا منه كامل التلاميذ. دونك il est préférable هنا pendant les vacances au moins تكونوا درتو تمارين معايا وراكو تحضروا وراكو اونترينيو معايا بيان، باش هكذاك تكونوا بري ان شاء الله لا رونتري سكولير اللي كتب ربي تما، باش نبداو لي كور اون باراليل مع لي كور في البروغرام سكولير ان شاء الله. فوالا، دونك ان شاء الله نقول اون دوزيام فوا مرحبا بهم كامل لي زابوني جدد، ونقول لهم اعطيهم الصحه وشكرا جزيلا على التعاون، وان شاء الله اللي عجباتو لا فيديو يبارطاجيها، ينزيد با لا بارطاجي باش يكون فائده لاكثر من تلاميذ ان شاء الله. ونزيتي با ا ميكريغ سور لي كومونتير ولا كاين دي لاكون، راني نعاودها لكم ا شاك فوا، ولا كاين دي لاكون باش تكون ا شاك فوا ندير اون فيديو تكون ان شاء الله على استادير على par rapport les demandes. Voilà. Tout compte certainement faida l'école at-talamiz inchallah. Voilà, et ou là عجبتكم n'hésitez pas à faire cliquer sur le pouce avec vers le haut hein, ماشي vers le bas. Et je vous adore. Et ma salama.